علي، لينا يا لينا، ممكن تقولوا لبابي بتعملوا ايه؟ بنعمل بيت. برافو، حد يقدر يقول لي مامي فين؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. حبايبي تعالوا شوفوا مامي جابت لكم ايه. تعالي يا لينا، تعالي يا علي، تعالي يا لينا، تعالي شوفي مامي جابت لك ايه. تعالي يا علي شوف الهدية بتاعتك. تعالى تعالى بس سيب اللي في ايدك وتعالى. السلسلة اللي عليها حرف الايه دي بتاعت ليلو، علي على اسمه، والحرف الال على اسم لينا. ايه رايكم بقى في هديه مامي؟ حرف ال ال اهو. ايه رايك في هديه مامي؟ حلوه. حلو. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. زباله جت على التورته، نهشها على طول عشان نعرف ناكلها. حلوه فكره السلاسل. ميرسي يا نانسي. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. وانت طيب يا هشام. ابني ما حدش شاف ابني يا جماعه. ابني ايه في ايه يا راجل؟ في ايه؟ نانسي عينك على ايه؟ طب كلامي سيه، كلامي سيه، لابس شورت جينز كده وصايع. في ايه يا رب؟ في ايه؟ خلينا ابني كان هنا. ابني طب ندور معاها. حد يشوف لنا اهو. اهو فاضل. الحمد لله يا ست، الحمد لله. يلا بينا. خليه جنبك بقى ما تسيبيهوش. الحمد لله، الحمد لله. تعالي بقى نرجع للولاد. خضتني كفايه تصوير فيا بقى يا راجل. صور الولاد شويه، هم اهم. لينا فين علي؟ معرفش. تعرفيش ازاي مش كان لسه واقف معاك هنا دلوقتي؟ علي، علي يا علي، علي علي يا علي، يا راح علي. فين يا لينا؟ علي راح فين؟ شفتيه راح فين؟ استني بس يمكن يلعب هنا ولا هنا. علي، علي يا علي، علي نانسي، علي علي بدور علي. راجع يا مش علي. علي علي علي، حد شايف علي؟ صباح الخير يا فوزي. صباح الهنا يا حبيبتي. صباح الخير. صباح النور يا بابي. ايه مروان لسه ما صحيش؟ صحيته من شويه، هخلص تجهيز السفره واطلع ابص عليه تاني. كل سنه وانت طيبه حبيبه بابا. وانت طيب يا بابي. ثانك يو. هو انت ما ينفعش ابدا حد يسبقك ويجيب لي هديه في عيد ميلادي قبل هديتك؟ لا، دي الحاجه الوحيده اللي ما اسمحش حد ينافسني فيها ابدا. كل سنة وانت طيبة يا ست البنات. انت طيبة يا فايزة. اهو مروان نزل اهو. صباح الخير. صباح النور. رجعت الساعة كام حضرتك؟ انا بكلمك على فكرة. وانا بسمع بوداني على فكرة. يبقى خلاص تقول لي رجعت امبارح الساعة كام؟ رجعت زي ما برجع كل يوم يا بابا يعني. وبعدين بليز ما تعملش معايا كده، انا ببقى قاعد مع اصحابي. كل سنة طيبة يا لولو. وانت طيب. المفروض طبعا هديتك تكون عندك النهارده، بس فورجيف مي يعني مش مفلس خالص. اوكي. الا بقى لو عايز تديني فلوس عشان اجيبها لك. يا سلام. لا شكرا مش عايزة. ايه؟ خلصت الليمت بتاع الكريدت كارد بتاعك؟ اه، واتقفل امبارح كمان. انا محتاج حد عندك من الشركة يروح البنك عشان يشغلوه تاني. استنى بقى لما اشوف حساب البنك واعرف صرفت الفلوس دي كلها في ايه. بس بسرعة. ما هو مش معقول يعني يا بابا، يعني مروان ابن راجي بيه هيمشي من غير فلوس؟ ها؟ فوز ماما فين؟ في اوضة علي. يوه، انا زهقت من موضوع اوضة علي ده. هو انتوا مش ناويين تشوفوا حل ولا ايه؟ مروان وطي صوتك، مامي ممكن تنزل في اي لحظه وتسمعك. مروان بلاش تفتح الموضوع ده في يوم عيد ميلاد علي. ما هي الاوضه دي لازم تتقفل يا بابا.
مش معقول يعني كل ما اعدي من قدام الاوضه الاقي حاجه تعالي من وهو صغير لسه محطوطه في مكانها، وبعدين المقام اللي هي عاملاه ده مفيش حد مننا عايز يزوره او يشوفه. دي ممكن يحصل لها حاجه لو عملنا اللي بتقول عليه ده، انت ما تعرفش يعني هي مرتبطه ازاي بالاوضه دي؟ وممكن يحصل لها العكس، هتتعب في الاول شويه وبعد كده هتبقى تمام. مع اني شاكك في موضوع انها هتبقى تمام ده، ما هو بقتش طبيعيه اساسا. مروان ما تتكلمش عن مامتك بالشكل ده. مامي كل سنه وانتي طيبه حبيبتي. وحضرتك طيبه. مش معقول تكون شايفني مش طبيعيه لمجرد ان انا مش عارفه انسى اخوك. مامي انتي عارفه مروان ما بيفكرش قبل ما يتكلم. سوري يا مامي انا ما كنتش اقصد. بابي انا هستنى حضرتك في العربيه. مامي ممكن تخلي فايزه تطلع لي هدايا اوضتي؟ الهام لينا كبرت خلاص وقربت تتجوز، مروان احتمال كبير يسافر بعد ما يخلص كليته. يعني خلاص ما عادش قدامنا وقت كبير عشان نستمتع بيهم وسطنا. انا عارف اللي بقوله لك ده صعب، بس معلش حاولي تتمسكي. سامح بيه موجود؟ ثواني يا كمال بيه. سامح بيه يا دي النور يا دي النور يا دي النور. ثانية واحدة كده نسلم بقى. مش قلنا 100 مرة بلاش التحية اللي فالقني بيها كل ما تشوفني دي؟ الظابط ظابط يا باشا، سواء جوه الخدمة ولا براها. وبعدين هو أنت أي حد عندي؟ يا باشا أنت جمايلك عليا من وأنا في اللفة. اتفضل يا كمال باشا. أشكرك. بص بقى يا باشا، احنا النهارده هنتغدى مع بعض. بعرف واحد بيعمل عكاوي ورا الاسم، انما ايه اكتشاف يا باشا. لا 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 لا، خليها مره تانية. انا النهارده ورايا 6000 حاجه. خلينا في المهم، عرفت حاجه على العربيه اللي في الصوره ولا نسيت؟ انا برضه اقدر انسى حاجه قلت لي عليها. حصل يا باشا. ثانيه واحده، كلمت انا نقيب اسلام في المرور يا باشا. ما تعرفوش انت، اصل دفعتي. حكيت له عن الموضوع، كلمني امبارح وملاني المعلومات دي. بص يا باشا، اسم صاحب العربيه اللي تم الكشف عنها في الصوره اسمه عثمان البدري. الراجل ده باع العربيه من بعد يوم واحد بس من التاريخ اللي مكتوب على الصوره، والعربيه اتباعت 3 مرات بعد كده، والورقه دي فيها اسامي الناس اللي اشتريتها لو تحب تطلع عليها. انا مش مهم عندي الناس اللي بعد التاريخ، انا عايز الراجل اللي اسمه عثمان نفسه. عيني يا باشا، بس انا هستأذنك تديني يومين عشان الشغل على ودنه. مفيش مشكله تمام، بس انا عايز منك خدمه تانيه. امورني كمان باشا. انا عايز الصوره دي تلف على الفيسبوك كله، عايز اكبر عدد من الناس تشوفها. هتحط جنبها رقمي وتكتب اي حد عنده معلومه عن الولد اللي في الصوره دي يتصل بالرقم ده. انا كان ممكن احطها على الصفحه اللي عملناها على الفيسبوك العالي، بس انا يهمني يا سامح انها تنتشر، تظهر لاي حد من غير ما يدور. بسيطة دي يا كمال باشا، أكلم لك أي حد من الزملاء اللي بيهتموا بالموضوع ده ويخلص لك الليلة. تمام. يلا حبيبتي. مالك؟ طول الطريق ما بتتكلميش يعني. النهارده عيد ميلادك، المفروض تكوني مبسوطة. لقينا على ماما، شكلها كان متضايق قوي واحنا نازلين. كانها كانت عايزه تعيط بس مش عايزه تزعلني. ربنا يستر يعدي الايام دي على خير. المهم بس ما يحصلهاش ازمه نفسيه. يا رب بجد تبقى كويسه، انا ما بقتش قادره اشوفها من نهار اكتر من كده.
صحيح، في عندك فايل كنت عايزه. فايلي؟ هوريهولك. خلي ميك وش الأول. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. أنت كنت تعرف إن في سربرايز بارتي؟ على فكرة مستر راجي هو اللي مرتب لكل حاجة. ميرسي يا بابي. أنا قلت لهم ما يحطوش الشمع ده كله عشان ما يعرفوش إنك عجزت. ده على أساس إن أنت صغيرة وكده، ها؟ أنا أكبر منك بكام شهر بس يا داليا. برضه أكبر مني. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. حضرتك طيب ميرسي. ممدوح تقطع التورتة بقى، توزع على السكيورتي وعمال النظافة والسواقين. حضرتك. فريد عايزك. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب ميرسي. كل سنة وانت طيبة. طيب ميرسي قوي. هتعيكي كمان شوية. طب مستنيك. كل سنة وانت طيب. انت طيب يا مالك ميرسي. عجبك؟ اه حلو قوي ميرسي. طب مش عايزة تجربي؟ هبقى اجربه بعدين. تعرف يعني ماليش في الذهب قوي. لا انا اول مره اعرف والله. بجد ما خدتش بالك ان انا مش بلبس غير فضه؟ لا انا فاكر يعني بتلبس الاثنين. طب ما قلتليش اتمنيت ايه وانت بتطفي الشمع؟ ما انا لو قلت لك مش هتتحقق. لا انا ممكن احقق لك اي امنيه. تقدر ترجع لنا علي؟ ودول اللي عملوا ايه دول؟ بقالهم فترة شغلهم مش عاجبني. مريحين على حس انهم اقدم ناس في اصطف الامن. وانت عارفني انا بلفت النظر للحاجة مرة واحدة. على فكرة انا كان ممكن استنى الـ HR لحد ما يبعتوا لك قرار الفصل. بس انا عايز امشيهم حالا. هتلحق تجيب حد؟ بكرة الصبح يكون في ثلاثة غيرهم. يلا سيبك تشوف شغلك. شركة الشحن بعتت ايميل بخصوص الشكوى اللي قدمناها امبارح. مش هتشرب القهوة؟ أنا عاملاها زي ما بتحب. مودك شكله وحش. ما أنت عارفة. النهاردة يوم غير كل يوم. عارفة. عارفة كمان أنت بتبذل مجهود كبير قوي علشان تبان طبيعي قدامي. بس أنا حاسة بيك قوي. ما كانش قدامي غير كده. كان لازم أتماسك. عشان الولاد متأثروش. كفاية الإلهام فيه. طب هي عاملة إيه النهاردة؟ كويسة؟ مش قوي. حتى أنا بفكر أجيب لها هدية عشان تخرج من اللي هي فيه. طيب خلاص ما تقلقش. سيب الهدية دي عليا أنا. شكرا. ما بتلبسش دهب اصلا. انا مش عارف انت ازاي برضه ما خدتيش بالك من حاجه زي دي. بصراحه ذوقها غريب قوي. هو في حد ما بيحبش الدهب؟ اه والله حصل بقى عشان اتحرج انا قدامها. اتصرفي بقى وبديليها بهدايا فضه ولا حاجه. ماشي عشان خاطرك بس. ميرسي يا بسمة. ليك عندي خدمه كده، ها؟ بس لما الهديه تعجبها الاول. اوكي. اتفضلي يا مدام الهام. ميرسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. عاش من شافك. بقيتي بتغيب كتير. معلش غصب عني، بيبقى عندي مشاغل كتير قوي ومش بعرف اظبط مواعيد. لا لا لا، انت بقيتي بتتهربي وبتحجج كتير بالمواعيد والمشاغل. اتفضل. عامله ايه يا الهام؟ طمنين عليك. ذكرى اليوم هي لسه بتطردني.
فاكرة اليوم ده بكل تفاصيله كأنه امبارح. أنا تعبت يا دكتور، تعبت من الحياة دي، تعبت من الحياة وعلي مش فيها، مش قادرة أصدق إنه خلاص مش راجع. هيرجع إزاي وفات 20 سنة؟ حتى لو رجع شكله إيه؟ وهعرفه ولا لأ؟ أيام كتير ما ببقاش عايزة أصحى ولا أخرج من البيت عشان بقعد أبص لوشوش الشباب اللي في سنه، بقعد أسأل نفسي مش يمكن ده علي ابني وأنا مش عارفة. بس احنا كنا تخطينا مسألة انك بتدور عليه في وشوش الناس دي. ساعات الهاجس ده بيسيطر عليا. كنت بتعملي ايه ساعتها؟ بحبس نفسي في اوضتي شوية وبعدين ارجع اخرج واعمل نفسي عايشة. بتنامي كويس؟ بقالي اسبوعين مش بنام كويس، بتكرر عندي نفس الحلم. كيد علي وحد انا مش شايفاه عمال يشده مني. الهام، الاحساس بالذنب بيصعب الحياه وهيأثر على علاقتك باللي حواليك. وبعدين احنا اشتغلنا على الحكايه دي قبل كده وبقيتي كويسه وابتديتي تنزلي شغلك وتمارسي حياتك الطبيعيه. يا دكتور امارس حياتي الطبيعيه ازاي؟ عايزني اعيش طبيعيه ازاي من غير علي؟ عايزين نتبسط باي حاجه كده ازاي؟ على فكره ما حدش حاسس بيا خالص، حتى ولادي شايفيني مجنونة لمجرد ان انا لسه عندي امل في انه يرجع. ولادك لسه ما لحقوش يرتبطوا بعلي، هما مرتبطين بيكي انت، واي ابن مهما كبر بيبقى عايز يحس باهتمام امه بيه. وبعدين زعلهم ان انت بتفكري في علي على طول، ده دليل على حبهم ليكي على فكره، مش انهم شايفينك مجنونه. شوفي يا الهام، انا هكتب لك على دواء تعدي بيه الفتره دي، بس انت محتاجه تيجي بانتظام اكتر من كده، ما تكتفيش بالادويه وخلاص. ومن بكره ان شاء الله هتروح الشغل، اتفقنا؟ اوكي. صباح الخير يا سارة. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، طمنيني، ايه الاخبار؟ مستر هاني بتاع كومباوند الشروق ما بطلش اتصالات من امبارح، وشكله كده بيحاول يستعجلنا عشان نخلص له اللاندسكيب بتاع الفيلا بتاعته. انا متعمده اخره لغايه اما يبعت الشيك بتاع اخر طلبيه. تمام. كمان صباح الخير. صباح الخير يا كمان، ازيك؟ ازيك يا الهام، ما قلتليش ان انت جاي دلوقتي. الحقيقه في حاجه مهمه كنت عايز اكلمك فيها. طيب حضرتك عايزه مني حاجه؟ قولي الرامز يبعت الطلبيه بتاعت الباشمهندس احمد. تمام، عن اذنكم. اتفضلي. اتفضلي يا كمال. اشكرك. خير، في ايه؟ في حاجه جديده ظهرت في موضوع علي. انا كنت اتكلمت فيها مع راجي بس مش عارف اذا كان قال لك ولا لا. لا، راجي ما قاليش اي حاجه بخصوص علي، في ايه؟ الصورة دي جات لي من حوالي اسبوعين، بفتح باب الشقة لقيتها قدامي على الأرض. وحضرتك معرفتش مين حطها؟ الحقيقة لا، هتسألت البواب إذا كان في حد غريب دخل العمارة، ما وصلتش لحالي. أنا فريد قال لي إنه هيوصل لمعلومات قريب قوي عن الصورة دي. كان المفروض تقول لي أول ما عرفت يا راجل. أنا كنت مستني بس لما يكون في إيدينا معلومات مؤكدة عشان أقول لك. حد فيكم كان يعرف واحد اسمه عثمان البدري؟ عثمان البدري؟ مين عثمان البدري ده؟
ده صاحب العربية اللي ظهر في الصورة. الغريب انه باع العربية دي بعد التاريخ اللي متسجل في الصورة بيوم واحد. ده معناه ان ممكن يكون له علاقة بخطف علي. انا معرفش حد بالاسم ده. راجي، تعرف حد بالاسم ده؟ ممكن، انا بيعد عليا في شغلي ناس كتير قوي، بس عثمان ده ما افتكرش انه عد عليا. يعني الصورة اساسا مش باينة، هو مين اللي ندعي؟ هو يا لين، هو شكله ولبسه كل حاجة. هو انت نسيت شكله ولا ايه؟ انا بره الليلة دي بقى، انا همشي. على اذنكم انا كمان لازم احكي. على فكرة انت ما التزمتش باللي اتفقنا عليه لما جيت بالصورة. احنا قلنا مش هقول حاجة لإلهام الا لما يبقى في حاجة مؤكدة. انا ما خالفتش الاتفاق يا راجي، انا فعلا ما قلتلهاش غير بعد ما عرفت معلومة بيع العربية بعد الخطف بيوم واحد، وتأكدت ان الصورة دي ممكن توصلنا لحاجة. كل ما إلهام حالتها تتحسن ونبتدي نعيش حياة طبيعية بترجعنا خطوتين لورا. اخر مرة مشينا ورا خيط من خيوطك ما حصلش حاجة، جالها انهيار عصبي ودخلت المستشفى. كمال، انا مش هسمح لك تكون السبب في اي حاجه تحصل لإلهام تاني. انت ليه بتتعامل معايا وكاني عايز اذيها؟ إلهام مش بنت عمي وبس، إلهام اكتر من اختي، خوفي عليها ولا مصلحتها مش اقل منك. أنا خلاص خدت القرار مش هرجع فيه تاني. إيه هو؟ أي حاجة هتضايقني مش هعملها. It's too late يا ساندي، المفروض كنت تعملي كده من زمان قوي. أول حاجة بقى هعملها بعد القرار ده إن أنا لازم أمشي من هنا، تيجي معايا؟ هنروح فين؟ أنا أهلي مسافروا للجونة الصبح، تعالى نكمل قعدتنا في البيت. ماشي. يلا. يلا. طيب هتعرف تسوق بينا ولا نعمل حتى؟ يلا يلا. عجلة عربيتي نامت. لا انا جنب البيت قوي. اوكي هبعت لك لوكيشن حالا، بس بسرعه بليز يا رامز. اوكي لا. اي مساعده يا نسا؟ لا ميرسي. ليه كده؟ ده احنا جايين نساعدك. ميرسي قلت لك. سين العدة دي. هات التليفون. خد التليفون. هات التليفون يا حيوان. حيوان؟ هو مين اللي حيوان؟ ده احنا حتى جايين نساعدك. ايوه بابي. ايوه يا لينا. بابي الحقني بسرعه بليز. بتعيطي ليه؟ انت فين؟ في ناس هجموا عليا عايزين يسرقوني. طب قولي لي بسرعه انت فين؟ انا جاي لك حالا. ايه ده؟ الحمد لله رامز جه اهو. اركبي اركبي بسرعه اركبي. رامز انا خايفه يعملوا في حاجه. هكلم البوليس هوصلك البيت ده وبعدين ارجع لك. اهدي يا حبيبتي اهدي اهدي. الحمد لله ان ربنا وقف لك الجدع ده عشان ينجدك. يا رب رامز يكون لحقه وما يكونوش عملوا فيه حاجه. لينا بابي.
حبيبتي. كويس يا قلبي. لحد لمسك؟ لا. ده رامز. هاتيه. أيوة يا رامز أنا راجل. ها ماشي روح أنت. متشكر أوي. إيه؟ رامز بيقول راح ما لقاش الولد اللي كان بيساعدك. كنا عملوا في حاجة يا بابي. ما تفكريش في أي حاجة خالص. كفاية إنك بخير وكويس. ماما مروان هو انت اللي بنعمك هنا الساعة كام؟ مش مهم الساعة ممكن ما تعمليش كده في نفسك وتقومي تنامي في اوضتك ايه ده؟ انت شارب؟ هو انت سامعة انا بقول ايه؟ انا خايف عليكي خايف عليا من ايه؟ من الوهم اللي انت معيشة نفسك فيه ده الصورة الجديدة دي مش هتوصلك لأي حاجة زي كل اللي قبلها وطبعاً هتفضلي تعيطي وتنهاري وتفضلي حبسة نفسك في اوضتك بالشهور وعلى بال ما تطلعي من اللي انت فيها تكون ظهرت حاجة جديدة بس الحقيقة اللي لازم تعرفيها ان ابنك مش هتشوفيه تاني اسكت يا مروان اسكت ما تقولش كده مش هسكت وهفضل اواجهك بالحقيقة دي لحد ما تفوقي بقى لا ما تقولش كده ما تقولش كده خالص علي مش راجع يا ماما وما انسدي على اللي انت نصبه لنا ده لازم يتهد انت جننت انت جننت علي مش راجع ابنك مات مروان رايح الجامعة؟ أول يوم مش ناوي تصالح مامي؟ بقالكوا أسبوع ما بتتكلموش أنا أعمل لها إيه يا لينا يعني هي اللي واخدة جنب مني تعتذر لها يا مروان أنا ما قلتش غير الحقيقة يا لينا مش مشكلتي بقى إن الحقيقة دي بتضايقها أيوة بس أنت كلامك كان قاسي جدا عليها لازم تصالحها عشان خاطري بس أنا مش مقتنع بصراحة يعني بس عشان خاطرك يلا حلو قوي ميرسي يا راجي طب ايه رايك بقى حبيبتي بقى تخرجي بقى شويه كده تشوفي اصحابك تروقي ايه تروحي مساج يعني تخرجي من المود اللي انت فيه ده اللي هيخرجني من اللي انا فيه ان انا الاقي عليا يظهر ان انا فعلا جننت زي ما بيقول مروان انا رايح الجامعه سوري انا ما كانش قصدي اضايقك
كانش قصدك ان انت تحرمني من الحاجات اللي بتفكرني باخوك اللي مصبره بيها نفسي؟ ما هو انا ما كنتش عايزك تفضلي في الحاله دي اكتر من كده. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا حبيبتي. كمال انت جاي بدري ليه؟ لازم عندك اخبار جديده عن الصوره. الحقيقه في اخبار جديده وحلوه جدا. الله طب وساكت ليه ما تتكلم؟ ايه لقيت الراجل اللي اسمه عثمان ده؟ ما لقيتوش بس وصلت للسلسله دي. معقولة تكون هي يا راجل؟ هولا مامي دي ايه فعلا؟ يعني ايه؟ الراجل اللي حط الصورة نسي يحط السلسلة فرجع تاني وسابها لك قدام الباب؟ لا يا مروان، المرة دي الشخص اللي جاب لي السلسلة سلمها لي بنفسه. تعال اتفضل. اتفضل. ده صاحب السلسلة. كلمني في التليفون بعد ما حطينا الصورة على الفيسبوك ولقيته جايبها معاه.